خلصنا خصنا خصنا هذيك المسائل ديالنا حتى السنسور تا هو خلصنا ادينا شي 43000 ريال لواحد وقالوا من بعد داز عامين مطوش لينا هادو هاد الناس مساكن فارضوا باش يصوبوا النتيجه تفارضوا باش يصوبوا هاد السنسور وجابوا المعلم دار الحادثه السيد مات في بلاصه ما كملش ساعه المكانه مات هذا هو واش مات في الاسانسور؟ في الاسانسور يعني فوق مات في التقصب قسمو الاسانسور قسمو على جوج طاح عليه لا دابا منين هابط واحد الشد وغتشرب لكم التفاصيل هي ساكنه منين تسافرت الطابله قسماتو على جوج من الوسط راه سنانو طاحوا ماشي غير الطابله اللي قسماتو تيقول البومبي بان سنانو راه طاحوا في هذاك كنحملوا المسؤوليه الاولى والاخرى الشركه هذا الشيء اللي وقع اليوم هو النتيجه ديال عامين يعني ديك المشاكل ديال عامين اللي حنا كنعانيوها هذه هي الخلاصه ديالها ومازال الا ما جات الشركه دخلات وركبت سنسورات للناس راه غادي يكون مكثر لان مازال الموبلات مازال كل كاين الموبل اللي مازال بلا سنسور خاويه البروموتور من بعد لكم البروموتور من بعد لكم باع لكم بسنسور بعنا بسنسور بيان سور حنا ما غاديش نشريو بلا سنسور راه عندنا كونطرا فيها لا سنسور ماشي خاوي بلا لا سنسور فهمتي ومني شرينا قال لنا قلنا ليه السنسورات قال لنا في شهر واحد غادي ديماريو واخا احكي لي الكارثه ديال اليوم حتى الساعه ما كاينش والو الكارثه ديال اليوم الناس عياو طلعوا الهبوط في الدروج قالوا اشنو غنديروا غادي نتفاردوا ركبوا السنسورات راسنا ما غاديش نستناو البروموتور تيجي واخا كلفوهم شحال كلفوهم مبالغ كبيره ما بطبيعه الحال غادي تكلفهم اياهم منين داروا هذه القضيه ومنين داروا هذه القضيه السيد اللي غادي ديماري السنسور انتم شفتوا شنو وقع ليه راه مات هذا من العمال ديال هذا من العمال هذا تيكنيسيان يلا كيدير تيست يلا كيتيستي فيه يعني يلا ركبوا قادو كيتيستي ديال شركه السنسورات ديال شركه السنسورات ماشي ديال هذه الشركه اللي حنا كانت اللي شرينا من عندها لا هذه الشركه تعاملوا معها صحاب هذا الموبل هذا فهمتي يعني بغاو كل من بعد كل موبل يعني يتكلف براسه ولكن الا جا كل واحد موبل غيتكلف براسه توقع حادثه بحال هذه ما كاين شيء يعني الشركه تحمل مسؤوليتها وتنوض تركب ناس السنسورات حسن ما غادي توقع شي حاجه اللي هي صعيبه على هكا اذا وراها شنو الاجراءات اللي غتقوموا بها حنا غادي نرفعوا دعوه على الشركه حنا شرينا بالسنسورات ما شريناش بلا سنسورات وخايفين على ولادنا لان بلا السنسورات خاويه ما كايناش لا كابين دري الا خرج من هذاك البيب ومحلول بابا الا طلعتي وشفتي راه كيكون محلول عندهم واحد القفوله الفوق كيتسدوا بهم لا ما مسدودش لا ما مسدودش كاينين شي بلايص هكا محلولين دري صغير يتمص من تما داخل في اطار الاهمال اهمال من طبيعه الحال اهمال ديال البروموتور هذا الاهمال لان احنا ما شريناش هكا احنا راه شرينا بالسنسورات وباش عامين وبنادم مازال مكرفص هذا الشيء راه ما تعرضنا للسرقه من طرف السانديك الاول درنا اتحاد مكتب ديال اتحاد الملاك حتى هويا ما خدمش ما بين لينا والو هذا الشيء ما عرفش فين غادي يوصل هذا الاهمال ديال هاد السكان ولا ديال هاد الشركه شكرا استاذه يلا نمشيو معاهم كما سمعتوا ما ساكنش انا تما ولكن شركه باعت لهاد الناس باعت لهم السكنه حي المسيرة بمحمدية مرحبا أن هذا أن هاد العمارات نهار اللي شراوهم الناس شراوهم السنسور ديالهم لكن للأسف الشديد البروموتور ما وفاش بالوعد ديالو وما عطاهمش يعني تسليم بالسنسور هادشي هذا بس نديرو كما كتشوفوا معنا هذه هي البلاصه ديال السنسور هنا فين طاح وقيل السيد حنا ما عندناش معلومه كافيه انما هنا الصندوق ما كاينش وقعت حادثه هنا قضيين ديال المصاعد سنسور جا كيصوب السنسور هنا في الاقامات عندك السميه ديال الاقامه شريف كوستا دي سول كوستا دي سول خلي شرح لنا شنو وقع خويا هاد الناس هادو تابو باش يصايبوا السنسور ديالهم حيت حنا كانت عندنا شركه وكندخل واحد المكتب اخر وهاد الشركه مشات المكتب تا هو الاخر ما دار والو حنا ما بقاش عندنا معامل كنتواصلوا ناضوا هاد الناس جمعوا الفلوس الاقامات خوا بهم وما سلمهمش السكن ديالهم بواسطة يعني التوثيق والمسائل والعقود اللي بيناتهم على انه خصو يسلمهم الديور ديالهم او الشقق ديالهم
وفي تواجد السنسور تواجد المصعد. لكن هاد المافيا العقار راه معروفه وراه معروف المشاكل اللي كتكون فيها، خلا بهم وخلا بالعقد اللي بيناتهم. على الاخر هاد الناس هادو ملي شافوا روسهم كيتمحلوا، انا ما كنظن واقيلا كاين كاتريام ايطاج، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال الطاجات هنا، كيصعاب على هذاك اللي ساكن في السانكيام ايطاج والتروازيام وكاتريام، بالاخص اذا كان عندهم الدراري وعندهم الناس كبار، كيصعب عليهم انهم يبداو يطلعوا في ذوك الدروج. قرروا على انهم يتفاردوا بيناتهم، خطيه خطيه اللهم تكون خطيه بعدا فيها منفعه. داروا اتفاق بيناتهم في هذه العماره هذه، ايمابل جوج كما كتشوفوا على الصوره، جابوا شركه ديال السنسورات، واحد التقني مسكين كيدير الشيء ديال 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 التركيب ديال المصاعد السنسورات والاصلاح وما الى غير ذلك. قدر الله ما شاء فعل، اعمار بيد الله ولكل اجل، جاء الاجل ديالو على هذا سميتو على هذا العمل هذا، حسب التصريحات ديال السيد المسؤول على العماره ان هذاك التقني واستسمح على بشاعه الوصف تقسم من النص بسبب ديك الطابله ديال السنسور. انا لله وانا اليه راجعون، تغمد الله برحمته. هو شهيد لقمه العيش، ولكن كتبقى دائما الساكنه معذبه ومحنة في اطار المافيا العقاريه، المافيا ديال العقارات اللي صراحه عدد الناس كيف ما كنسمعوا المحاكم عامره بهم، وحتى واحد ما قدر يوضع شي حل لهاد المشاكل هذه.